مجرد حرب انتصر المصريون فيها بسبب السلاح الأفضل والقوى العسكرية، ولكن كانت ملحمة من الأبطال. فقد صدر عن مكتبة الإسكندرية العدد 19 من مجلة ذاكرة مصر، المجلة الربع سنوية الصادرة عن مشروع ذاكرة مصر المعاصرة، ويضم العدد الجديد توثيق لأشهر رجال حرب أكتوبر 1973، ومنهم المشير أحمد بدوي سيد. والجدير بالذكر بأن المشير أحمد بدوي سيد أحمد هو من مواليد الأسكندرية في 3 إبريل 1927، تخرج من الكلية الحربية عام 1948، واشترك في حرب فلسطين، ثم قاتل في المجدل والرفح وغزة والعسلوج، وعين بعد انتهاء الحرب مدرساً بالكلية الحربية، ثم أصبح مساعداً لكبير معلمي الكلية عام 1958. وفي حرب أكتوبر استطاع بدوي بفرقته عبور قناة السويس إلى أرض سيناء من موقع جنوب السويس ضمن فريق الجيش الثالث الميداني، وتمكن من صد هجوم إسرائيلي استهدف مدينة السويس. وعندما قامت القوات الإسرائيلية بعملية الثغرة على المحور الأوسط، اندفع بقوته إلى عمق سيناء لخلخلة جيش العدو. لقى الفريق أحمد بدوي مصرعه في 2 مارس عام 1981، هو 13 من كبار قادة القوات المسلحة، عندما سقطت بهم طائرة هليكوبتر بمنطقة سيوة في المنطقة العسكرية الغربية بمطروح. فأصدر الرئيس السادات قراراً بترقية الفريق أحمد بدوي إلى رتبة المشير، وترقية رفاقه الذين قضوا نحبهم معه في نفس يوم وفاته إلى الرتبة الأعلى، واعتبارهم من الشهداء.